القرآن الكريم مفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين، كلما فسروا من القرآن التفسير لهم، هذا صحيح. القرآن الكريم بالنسبة لفريضة الصبح قال وقرآن الفجر كلمتين، أما الروايات فسرت قرآن الفجر يعني شنو؟ يعني ركعتان، أولهما التكبير آخرهما التسليم، في كل ركعة ركوع واحد وسجودان، وهكذا بقية موارد القرآن هم هكذا. إضافة الظهور أكو، الظواهر حجة من القرآن الكريم، إلا أن تكون هناك رواية معتبرة تفسر الآية القرآن. التفسير يعني كلمة التفسير يعني كشف الغامض، يعني اللي مو ظاهر، اللي مو واضح.